اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي ورئيس تحرير الدستور السابق والشاهد على تاريخ النادي الاهلي الاستاذ سعيد وهبه. نور الدنيا. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله يا حميد. يا رب دايما. ربنا يا رب دايما. تبقى حلقه مختلفه ان شاء الله، نتكلم فيها عن رموز النادي الاهلي او اسماء كبيره خلدوا اسماءهم في تاريخ النادي الاهلي، لكن للاسف وده الطبيعي يعني بتاع مصر، غير النادي الاهلي طبعا فاكرهم على طول وبيحاول ان هو يعمل لهم حاجات على طول، لكن منسيين اعلاميا. حضرتك عايزين نسلط الضوء على هذه الشخصيات العظيمه، واكيد هنتكلم بقى يعني في كواليس ثانيه. هو طبعا في شخصيات كتيره جدا مرت في تاريخ الاهلي من اللي هي حفرت اسمها وصنعت تاريخه وكانت بمثابه يعني صناع قيم وحرس قيم، ولولاهم ما كانش النادي الاهلي وصل لما هو عليه حاليا، ان هو مؤسسه كبيره مؤسسه عظيمه وقلعه رياضيه وتربويه واجتماعيه. في من ضمنهم اسماء يعني فعلا طواها النسيان واغفلها الاعلام، لكن التاريخ طبعا ما لا يمكن ينساها. من ضمن هذه الشخصيات المهندس عبد المنعم وهبي. عبد المنعم وهبي. مهندس عبد المنعم وهبي ده مؤسس كرة السلة في النادي الأهلي سنة 1931، وهو نموذج يعتبر رول موديل للرياضي الحق. إزاي؟ ده صعد من أولى درجات السلم لاعب، ثم لاعب دولي، ثم حكم دولي، ثم عضو في الاتحاد الدولي في السنتر بورد، ثم فايس بريزيدنت الاتحاد الدولي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ثم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، وهو واحد من أهم وأكبر الاتحادات الدولية، من أهم 5 اتحادات. احنا عندنا الفيفا، وعندنا الاتحاد الدولي لألعاب القوى والسباحة وكرة السلة وكرة اليد. الحمد لله عندنا الدكتور حسن مصطفى ترأس اتحاد كرة اليد الدولي، لكن اللي شق الطريق او عبد الطريق او اول مصري يترأس اتحاد دولي كبير هو المهندس عبد المنعم وهبي. ده طبعا قصه كبيره جدا وتاريخ كبير. هو بعد اعتزاله يعني هو مثل مصر في الاولمبيك جيمز في المانيا سنه 36، ومثل مصر في الاولمبيك جيمز في لندن سنه 48، يعني أذر في حكم وحكم هو ولي زميل اسمه عبد العزيز اسمه عبد العظيم عشري، ده برضو زميله او رفيق كفاحه في تاسيس كره السله في النادي الاهلي عبد العظيم العشري. الاثنين كوادر دوليه، يعني ده الاهلي اطلق كوادر رياضيه مش محليه بس ولا افريقيه بس ولكن دوليه. دي كوادر وصلت يعني وصلوا المستوى الدولي واعلى قمه في المستوى الدولي. تمام. عبد العظيم العاشري كان زميل عبد المنعم وهبي في تاسيس كره السله في النادي الاهلي. عبد العظيم العاشري كان وصل لحكم دولي برضو مع يعني كان زميل ليه كحكم دولي، الاثنين حكموا نهائي الاولمبيك جيمز سنة 48 بين أمريكا وفرنسا، مباراة نهائية، والاثنين حكموا المباراة النهائية للأولمبيك جيمز في هلسنكي، دورة هلسنكي الأولمبية سنة 52 كان بين روسيا وأمريكا. والمباراة دي واحدة من المباريات التاريخية، لأن كان أول ظهور لروسيا في الألعاب الأولمبية بعد غياب 40 سنة، ما اشتركوش في الألعاب الأولمبية من 1912 في ستوكهولم، والاتحاد السوفيتي مر بظروف بعد الحرب العالميه الاولى حاجه اسمها الستار الحديدي. الستار الحديدي دي منع ستالين منع اي تمثيل رياضي دولي بره، روسيا ما تخرجش بره، الابطال ما يخرجوش بره، حتى الفنانين. عمل في ستار حوالين الدوله الى ما بعد الحرب العالميه الثانيه. ستالين كان معروف ان هو شخصيه حديديه. شخصيه حديديه، وكان يعني المهم كان ابتعدوا عن الألعاب الأولمبية 40 سنة، وكان أول ظهور ليهم في بدايات الحرب الباردة.
سنه 52 في هلسنكي، عملوا بعثه كبيره جدا وراحوا بقى يتحدوا امريكا عشان من يفرض نفوذه وسيطرته على العالم بعد الحرب العالميه الاولى، مرحله يعني توزيع التورته بتاعت الحرب العالميه الاولى. فكانت المواجهه، كان هلسنكي دي مواجهات قويه جدا بين روسيا وامريكا او الاتحاد السوفيتي وامريكا، وكانت كره السله قمه المواجهه لان الاثنين في مستوى عالي جدا، والمباريات بعد كده يعني تنتهي ما تنتهيش الا بفارق بونت واحد وفي الثانيه الاخيره. عبد المنعم وهبي وعبد العظيم العاشري حكموا هذه المباراه، يعني تعتبر اهم مباراه في تاريخ كره السله. انا شايفك مشغول لا جدا، خالص خالص وده ما ينفعش خالص، انا مركز معاك جدا. لا ما ينفعش ابقى اتكلم معاك، انا مركز معاك جدا في كلام ومشاوره للمخرج، ودي مش اول مره. انا عايز اسالك، لا لان في حاجه كنا مجهزينها لحضرتك بس عايزين نطلعها، يعني عشان كده انا الحاجات يعني شغل الاحترافي ما فيهوش ده، في حاجات مجهزينها لحضرتك بس مش عايزين يعني بنستعجل ان احنا نطلعها. قبل ما نكمل بقيه شخصيات يا استاذ سعيد، عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك لما بتيجي تقرا الصحف الرياضيه عموما دلوقتي، وحضرتك شاهد على تاريخ اجمل تاريخ النادي الاهلي واجمل لحظات الصحفيه اساسا في مصر كمان، بتشوفها ازاي؟ انت خرجتني بره الموضوع كده، هنرجع تاني دي لان ده رايي انا، عايز اعرف من حضرتك يعني لما معايا شخصيه كبيره زي حضرتك كده ببقى عايز اشوف الفرق من وجهه نظر حضرتك لما بتشوف بعينيك الدنيا او الصحافه الرياضيه دلوقتي، وحضرتك شاهد على عصر جميل جدا كان كله يعني مزايا كبيره جدا، كله كان كلام صادق جدا او معظمه، مش عايز اقول في الكل. دلوقتي لما بتقراه بعينين حضرتك بتشوفها ازاي؟ يعني حصل تغيير كبير، يعني في تغيير اجتماعي، تغيير في المجتمع في السنوات اللي فاتت، في انهيار قيمي وكده، فده يعني بينعكس بالضروره على الصحافه وعلى الاعلام اللي هي جزء من المجتمع، او هو انعكاس لحاله المجتمع يعني. انا كاتب مقال في مجله الاهلي الشهريه من كام يوم عن اعلام الحواوشي والحبشتكنات وخالتي بامبا. جميل، ملخص فيه المساله دي، بعدنا عن يعني عن القيم الاعلاميه. عنوان بيدل على فعلا الواقع اللي احنا عايشين. يعني الناس بتقدم بعض البرامج الى ما رحم ربي، يعني بعض البرامج عامله زي رغيف الحواوشي، لحمه قطط او كلاب او حمير، وعليها كميه بهارات وفلفل وشطه وحاجه مشطشطه، فتتاكل لكنها مسممه، او يعني وجبات مش ما فيهاش رساله جيد، او مش مغذيه، ما فيهاش غذاء، خاليه الغذاء يعني. فهو بعض البرامج او بعض الاعلاميين بيتعاملوا بهذا الشكل، هو هدفه او عينه على اكبر عدد من الناس، لان المعلن وراه، فهو عايز اعلان بالظبط، فلازم يعمل حاجه غير العاديه. هنا بقى لابد ان انا كاعلامي لازم اعمل موائمه، ولازم يبقى ليا سقف، ولازم يبقى ليا حد اقف عنده. المسألة ببساطة جدا، عايز أبيع كتير كجورنان، أو أوزع كتير كنسبة مشاهدين كبيرة، ما يعني سهل جدا يتعمل جورنان بورنو ويوزع كتير جدا، بس أنت هل هو ده المطلوب؟ لا طبعا، ده بيتنافى مع القيم الاجتماعية، بيتنافى مع كل شيء يعني. بالظبط، فالفكرة دي أحيانا الإعلامي أو الصحفي يجري ورا الحاجة الفقعة قوي بغض النظر أثرها الاجتماعي ممكن يبقى سيء جدا، ممكن يبقى سلبي جدا. جزء من اللي حصل في المجتمع خلال السنوات اللي فاتت، أو خلال العشرين سنة اللي فاتت، في انهيار قيمي كبير جدا، وإحنا واجبنا كإعلاميين، واجب الإعلاميين إن هم يحصنوا المجتمع من الحاجات دي، تمام، ويحموه من هذا يعني هذا الغث أو هذا الغزو القيم. اقرا المقال بتاعي بتاع اعلام الحواوشي والحبشتكنات ونص ومواعظ خالتي بامبا. خالتي بامبا دي كانت شخصيه في يعني شخصيه اذاعيه، برنامج طريف كل يوم الصبح، بتمثل شخصيه شعبيه قوي، بتروح تتنصت على الناس في الحاره وتزور الناس في الحاره وتتكلم على الناس في الحاره، ما لهاش شغلانه الحكايه دي، توقع بين الناس وبين الجيران وكده. شخصيه كان دمها خفيف، كان الفنانه ملك الجمل، واعتقد معاها فؤاد مهندس جوزها، فجوزها ينهارها، يا فلانه
يا فلان بلاش الكلام ده عيب وما صحش. تقول له ايه بقى، انا يعني هذا في مصلحتهم. عموما خلينا في حالنا، احنا مالنا بعد ما تتكلم عن الجيران لمده نص ساعه الدنيا. تقول له ادينا خلينا في حالنا، احنا مالنا خلينا في حالنا. فالاعلام بيعمل حاجه زي كده، نميمه وكلام من ده وخناقات وتوليع وكبريت وبنزين وادلق على اي حاجه بنزين، ويرجع يهدي تاني. ارجع يهدي تاني. مشكله بتاعت كان حد من المدربين الكويسين الكبار في النادي الاهلي، يعني كل في مهمه، فقال انا مستقيل، لا مش عايزها خلاص. هنا ما يعني ما علاء ميهوب تحديدا يعني اتوصل، طلع كذا برنامج الصاده وطلعوه شهيد وطلعوه معتدى عليه، وكانه تعرض يعني تعرض لقطاع طرق قطعوه وكلام. المساله يعني بسيطه، ما تسواش ان انا اسخن فيها واولع فيها وادلق بنزين على حاجه بسيطه. واحد ما عجبوش البوزيشن اللي هو التايتل او البوزيشن اللي اتحط فيه واستقال. فده يبقى حاجه بقى تولع الدنيا عشان يجيب نسبه بتاع، وعشان فده نموذج فج جدا من الحاجات كتيره جدا الفجه. انا طبعا اتذكر الكابتن طارق سليبة، ده واحد من رموز النادي الاهلي، قال لي مره وقالها في اكتر من مناسبه، لو النادي الاهلي كلفني ان انا ابقى بواب على البوابه، يعني امسك حارس على البوابه، مش هقول لا ابدا وهبقى سعيد بده. طيب كابتن اللي حصل معاه الكلام ده، يعني الكابتن علاء هو طبعا تاريخ كبير في الكوره وهو مدرب كويس، وانا اعلم ان هو شخصيه متميزه، المفروض يبقى حذر من الاستخدام واستخدم بالظبط عشان في حكايه الفرقعه دي. وبعدين مش المفروض هو بقى، المفروض الاعلام نفسه، الاعلاميين نفسهم. جميل قوي تعبير الحذر من الاستخدام ده. بالصحيح. طبعا، لانه انا كنت متعمد افتح مع حضرتك الموضوع ده، لانه موضوع فعلا بالنسبه لنا مهم جدا جدا. وكمان بعد ما حضرتك تخلص كلامك هسالك عن ثقافه الشارع دلوقتي المتلقي للاعلاميين، هل هو فعلا الثقافه قلت قوي عشان كده بنسمع اي اخبار تفرقع فتلاقي فيها تفاعل في الشارع؟ بس بعد ما حضرتك تخلص. لا طبعا في خطوره من يعني في خطوره. انا باخد الموضوع بتاع الكابتن علاء ميهوب ومع تقديري الشديد ليه، يعني هو طبعا تقديري ليه كمدرب وكنجم وكشخص وحاجات كتير، يعني هو شخصيه محترمه جدا، لكن استدرج يعني ممكن يستدرج لحاجات زي كده. اللوم الكبير برضه مش عليه، يعني هو ربما ما عندوش خبرات كافيه تعامل مع الحكايه دي، ما عندوش خبرات كافيه بتاريخ النادي الاهلي وتاريخ رموزه، وكانوا بيتصرفوا ازاي بينحوا نفسهم وبيقدموا مصلحه النادي، ولو في حاجه زي كده خلاص بيسكت ما بيتكلمش لانه في مصلحه عليا. وفي اشياء كتيره جدا، قيم كتيره جدا تمنعه ان هو تمنع ان هو يعني ايه من حقك ما تكملش، بس ما يعني ما شوهش بقى في النظام او ما قللش او مش ما هدش المعبد. لا، المساله ما هياش كده خالص في النادي الاهلي، لكن ده انعكاس للي حصل في المجتمع كله وللحاله يعني حاله السعار الموجوده في الاعلام الرياضي بشكل عام، وحاله الخروج عن مش خروج عن النص، لا ده يعني شايف حاله في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره على الشباب، منتهى الخطوره على المجتمع، على المجتمع كله. شايفوا اعلام رياضي ولا اعلام ولا شبه اعلام عام يا استاذ؟ لا هو طبعا يعني ملوش علاقه بالرياضه، انت الرياضه مجموعه قيم تتنافى تماما مع الكلام ده اللي حضرتك بنتكلم فيه دلوقتي. الشخصيات اللي بنتكلم فيها سبورتس مان شيب او الروح الرياضيه والاخلاق والخلق. الرياضي بيمثل شيء نبيل، اخلاق النبيل، نوبل، الفارس اللي بيضحي من اجل الاخرين، اللي يعني بيقدم نفسه من اجل الاخرين، المتواضع، اللي عنده روح ايثار بيؤثر الاخرين على نفسه. وده شفناها في رموز النادي الاهلي ورموز في غير النادي الاهلي، يعني رموز كبيره برضه بره النادي الاهلي في انديه اخرى، الزمالك زي الاتحاد السكندري، يعني في رموز كبيره جدا في مصر، لكن النادي الاهلي لانه قلعه كبيره فقدم اكبر عدد من هؤلاء الرموز. النادي الاهلي بيمثل اختزال المجتمع كله،
الثقافي والسياسي والفني او اختزال التفوق المجتمع. هتلاقي فيه كل هذه النماذج. انا مش عايز اخرج بره. لا مش هنخرج. كل الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مرتبط بالاسماء اللي حضرتك هتتكلم فيها دلوقتي. لان دي ادت نماذج ان زي ما حضرتك قلت ان هم زي الجنود المجهوله، عملوا كل حاجه واحنا بنتذكرهم تاني دلوقتي او بنعيد كلامنا عليهم في الاعلام. اتفضل. انا بس يعني الواحد يقول لاخواته تلامذته اولاده واساتذته برضه ان احنا بس يعني حكايه الرجل اللي عض كلب يعني لازم تبقى يعني ما جريش ورا السبق او ورا الفرقعه. يعني في حد فاصل وفي ليا سقف وليا يعني ليا قيم، بحيث ان انا ما جريش ورا الحاجه اللي تفرقع بصرف النظر عن اثرها الاجتماعي ايه او اثرها النفسي ايه او اثرها الرياضي ايه على ناس كتير. ما ينفعش اقول له انا هو بس على مسؤول، بس على مسؤوليتك. يعني ايه على مسؤوليتك؟ لا، مسؤوليتك انت بالظبط، لان هو ممكن ما يعرفش مسؤوليته بالزبط. ما يعرفش المسؤوليه الاجتماعيه. لكن انت كاعلامي ليك رساله وعارف حدودك وعارف مسؤولياتك الاجتماعيه ايه. ضمير يعني اعلامي. طبعا ضمير مجتمع. يعني مش ضمير اعلامي بس، انت بتمثل قيم اجتماعيه وتمثل ضمير المجتمع. لما يكون عندك ضيف وعايز يشوط في واحد او يشتم او يخرج على النص باي شكل، لا لازم انا ما ينفعش الكلام ده. لكن ما ينفعش اقول بس على مسؤوليتك. بنشوفها في برامج كتير ومع اشخاص كتير وناس كتير. ما ينفعش حكايه على مسؤوليتك. قول ايه؟ اقول عدس على مسؤوليتي في متلقي، ولازم نحترم المتلقي ده. بالظبط، البيوت اللي بندخلها. فما اعرفش يعني تحب نكمل ازاي؟ طبعا هنكمل. احنا بنربط الاحداث بمثل هذه الشخصيات. لازم لما بقى معايا حد جميل زي حضرتك، حد عنده ربنا يخليك رؤيه، عنده ضمير، عنده ثقافه، كان لازم اساله السؤال ده. لان فعلا الموضوع صعب قوي يا سعيد، الموضوع قوي صعب جدا. كمان لما تيجي تتفرج، انا اولادي في البيت مثلا بيتفرجوا على اي حاجه رياضيه او اي حاجه في العموم، الموضوع صعب زي ما حضرتك بتقول، الضمير الاعلامي او الضمير المجتمعي ندخل بيه البيوت. فطبعا كان لازم يبقى فيه مقاييس، ولازم يبقى فيه كل المبادئ اللي حضرتك بتتكلم فيها. بنتكلم عن نماذج دخلت النادي الاهلي واسماء اتحفرت او ارتبطت بالنادي الاهلي، لكن بنتذكرهم اعلاميا تاني. عشان كده بس احنا ربطنا دي. اتفضل. بقول لك قيمه، يعني از اكزامبل، يعني بقول لك على كابتن طارق سليم. قال اكتر مره وقال لي الكلام ده اكتر مره، والله لو قالوا لي محتاجين يعني حارس على الباب هعملها بمنتهى الروح والرياضه، هبقى انا مبسوط، لان ده النادي الاهلي وده بيتنا. فلما تحط بتقدم النموذج ده دايما، فانت بتقدم اكزامبل للي جاي بقى بعد كده، وللناس يبقى في معيار او في مسطره بتشوف يعني النموذج ده اللي ادى النادي الاهلي كتير وما خدش من النادي الاهلي حاجه خالص، وما خدش فلوس، وما خدش اي حاجه خالص. ما ينفعش حد يجي بعد كده محترف وبياخد فلوس او كلام من ده يقول لك لا او بتاع يعني ما تمشيش خالص من النادي الاهلي. الاحتراف مش عيب اطلاقا. مش عيب، بس ما ينفعش بقى يعني ما ينفعش نخرج عن القيم الجميله دي اللي عايزينها في المجتمع، مش عايزينها في النادي الاهلي بس. يعني قيمه النادي الاهلي ان هو مناره ومركز اشعاع اجتماعي في المجتمع كله، لانه بيمثل الطبقه الوسطى، الشريحه العظمى من المجتمع، والطبقه الوسطى دي حافظه القيم بتاع المجتمع. يعني علماء الاجتماع عارفين الكلام ده، وجماعه بتوع السياسه، ان الطبقه الوسطى هي دي اللي بتحمي قيم اي مجتمع. بالظبط، عصب المجتمع احنا بنسميها في حقوق عندنا. بالظبط. فانت هنا النادي الاهلي بيمثل هذه الطبقه الوسطى، بما فيها بقى مثقفين ومتعلمين ومهندسين واطباء وضباط وكل حاجه. هي دي، فانت في الاهلي هو الممثل لهذه الطبقه. بالظبط، يعني هو الاختصار واختزال. حامل هم المجتمع، حامل قيم المجتمع، مدافع عن المجتمع. والرياضه ما اتعملتش عشان الناس تطلع تتخانق مع بعض في برامج رياضيه، وناس تطلع على التليفون تشتم بعض، وناس بقت خناقات بس يا سعيد، ده بقت حاجات يعني وبعدين طريقه ثقافه خالت بامبا، الناس تغمز على بعض وترمي على بعض كلام وتلقح على بعض، ومذيعين او مقدمين يلقحوا على بعض. ايه ده؟ وبعدين في ناس تقعد تمدح نفسها. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ عمر ده ما شفناه قبل كده. صعب فعلا. يعني ما يمدح نفسه الا ابليس. لكن يعني حتى اخلاقيا ما ينفعش ان واحد يقعد يمدح في نفسه. وانا اللي انفردت واحنا اللي عملنا. بص، الخبر تافه اساسا. انفردت بايه؟ بالظبط، ايه اللي انفردت بيه عشان تقول احنا انفردنا واحنا اللي بنعمل وانا عنطر وانا الشجيع؟ ما ينفعش الكلام ده يا جماعه.
يعني خلي شغلك هو اللي يتكلم عنك، يعني خلي ادائك هو اللي يتكلم عنك. زي ما احنا بنتكلم على رموز دلوقتي، ذاكر ذاكر يعني ذاكروا الميثاق الاولمبي، وذاكروا تاريخ الرياضه، وذاكروا قيم الرياضه كويس. يا ريت. عشان مش نصلح بس يعني مؤسسات الرياضيه، نصلح المجتمع كله. الرياضه مرآة للمجتمع كله، اخلاقيا وحضاريا وكده. ليه بيدفع مليارات، وليه الدول بتتصارع ان هي تستضيف دوره اولمبيه او تستضيف كاس عالم او كلام من ده؟ عشان الكلام ده، عشان تقدم نفسها. بالظبط. هتلر سنه 36 رفع ميزانيه الدوره ووصل للحكم سنه 33 حزب النازي. فجاب جوبلز مدير الدعايه بتاعه، قال له الميزانيه بتاعت الدوره الاولمبيه كام؟ كان فاضل عليها 3 سنين. قال له 3 مليون دولار بما يعادل يعني. قال له هنضربها في 10، 30 مليون، لان احنا عايزين الرياضه، عايزين نجاحنا في الدوره دي، هو عايزين دي الدوره الاولمبيه فاترين عرض للنظام بتاعنا السياسي بتاعنا. والالمانيا الجباره. جميل قوي. عايزينها فاترين عرض، هي دي المناسبه الوحيده اللي تبقى فاترين عرض لالمانيا الحديثه. زي مناسبه استضافه الدوره الافريقيه كده، لازم نعملها بالشكل اللي كان بيفكر فيه. المانيا ايامها يعني هتلر دفع فلوس كتير جدا عشان يعملوا مخترعات تخدم الدوره. ولك ان تعلم التلفزيون اخترع عشان دوره 36، ظهر لاول مره اختراع التلفزيون ده في الاولمبيك جيمز 36. في مخترع حاجات جديده جدا ظهرت لاول مره، زي جهاز الفوتو فينيش في الالعاب القوى وفي السباحه وكده، ظهر اول مره سنه 36. دفع فلوس كتير للعلماء عشان يخترعوا حاجات تبهر، تبقى مبهره لجمهور الدوره. هم جايبين من كل انحاء العالم، الدوره الاولمبيه ده يعني منتدج ضخم جدا عالمي. فهو عايز هتلر او النظام السياسي بتاعه، النادي بتاعه، يقول ان احنا احسن نظام، احسن من النظام الشيوعي واحسن من نظام راس مالي. مفيش مناسبه احسن من كده ان هو يقول فيها الكلام ده. المناسبه هي دي. بالزبط. فهو طبعا يعني هو اهتم بالاعلام جدا، ودفعوا فلوس يعني قدموا فاسيلتيز كتير جدا للاعلاميين وخدمات جباره، وعملوا كان في منطاد اسمه منطاد زيبلين يطلع من المانيا يودي الصور لكافه اوروبا بتاعت الدوره في نفس اليوم ويرجع في نفس اليوم. كان شيء جبار. فانا هنا بنرجع مرجوعنا ان الرياضه مرآه يعني مرآه للتحضر. يعني هي المرآه كبيره وهي الفترين الضخم الجباره للتحضر. فاحنا يجب ان نكون منتبهين لكده، ولما نلاقي ان في يعني اشياء عكس كده او سلبيه لا، دي مش رياضه. احنا مش رياضه، احنا خناقه. بالظبط. دي خناقات شوارع. بالظبط. احنا ما لهاش علاقه اطلاقا بقيم الرياضه ولا بالرياضه. سموها اي حاجه ثانيه، لكن اشياء دي الرياضه. ده بمناسبه الكلام عن نبلاء دول بكلمك عنهم. بالظبط. بالظبط. يعني الرياضه زي ما حضرتك بتقول بيبقى فيها اشخاص بتجسد القيم اللي حضرتك بتتكلم فيها. الاشخاص اللي حضرتك اللي هنتكلم دلوقتي وهنذكرهم بالاسم، وشخصيه محترمه زي حضرتك وشخصيه اصيله زي حضرتك انها تفتكر اسماء زي كده، وبتطالب ان هي تكرم، وبتطالب ان هي نذكرها في الاعلام، فهي حاجه محترمه من حضرتك جدا جدا. يعني في اي مناسبه لابد ان نقدم الرموز بتاعتنا دي. مصر مليانه رموز جباره جباره. المهندس عبد المنعم وهبي ده تمام سنه 2007 الاتحاد الدولي عمل حاجه جديده جدا. الاتحاد الدولي اللي هو الاف اي بي اي لكره السله عمل حاجه جديده جدا، يعني عمل الهول اوف فيم او قائمه الشرف تمام وقاعه العظماء، وجاب لجنه كبيره جدا من خبراء ومؤرخين يطلعوا له احسن النماذج، احسن اللعيبه في التاريخ. دي الصور قدام حضرتك اهي قدام الساده المشاهدين، اتفضل. احسن لعيبه في التاريخ. ده من الاتحاد الدولي. ده نازل على الموقع بتاع الاتحاد الدولي. وجابوا اربع يعني طلب اللجنه دي عشان يكرسوا فكره دول يجب ان يكون يخلدوا تاريخيا. جميل. فهيتعمل لهم شيء خاص. فكان اربع نماذج يعني. في الاوفيشالز اللي هم الحكام. وفي الكوتشز المدربين، وفي اللاعبين بلايرز، وفي اللي هم دول اللي هو بيسموهم الكونتريبيوترز
او اللي ساهموا في رفع مستوى اللعبه، تمام. او دول اداريين، تمام. او دول قيادات قيادات تاريخيه. من ضمنهم اثنين مصريين، كانوا 24 واحد، من ضمنهم اثنين مصريين، ولا واحد من القاره الافريقيه، ولا واحد عربي، لكن اثنين من مصر. ده شيء مشرف جدا طبعا لينا، عبد المنعم وهبي، ابو العظيم العاشري، والاثنين كانوا في السنتر بورد في وقت من الاوقات بتاع الاتحاد الدولي. عبد المنعم وهبي هو اسس الاتحاد الافريقي لكره السله، وبعدين فايس بريزيدنت الاتحاد الدولي، نائب رئيس، وقبليها كان رئيس الاتحاد المصري، ماشي وراه بالظبط على نفس الخط. كان عبد العظيم عاشري اسسوا كره السله في النادي الاهلي، وبالتالي دي كانت نواه كره السله في مصر سنه 31. وبعدين ده قصه كبيره. عبد المنعم وهبي كان رئيس لجنه اولمبيه مصريه، وعضو لجنه اولمبيه طبعا دوليه، بحكم كونه نجح دورتين متتاليتين. خلي بالك كره السله المفروض رئيس اتحاد لو يسيطر عليها امريكا، تمام، لانها المتفوقه في كره السله، امريكا وروسيا وكان يوغوسلافيا وكده حد اوروبا. كون مصري يبقى رئيس اتحاد دولي ودورتين متتاليتين وانتخابات، وده اكبر اتحاد من 1968 في دورة المكسيك انتخب 1968 في دورة انتخب سنة 72 في دورة ميونخ اتجدد له تاني، انتخبوه تاني لغاية 76 دورتين. وده شيء يعني شيء مشرف جدا طبعا لمصر. طبعا انت فين من كرة السلة العالمية؟ انما كان زمان كان عندنا فريق قوي، اللي كان فيه كان منتخب قوي، اللي كان فيه ده عبد المنعم وهبي وعبد العظيم عاشري وناس يعني عمالقه. بس كون هو يطلع كادر من النادي الاهلي واخترق الاسقف دي كلها ويوصل، ده اخترق طبقه اوزونيا ويوصل لقمه الاتحاد الدولي. هنا المسيره دي كلها محتاجه ان احنا نحتفي بيها، وده مسيره نموذجيه من لاعب لكابتن منتخب مصر، مثل مصر، وبعدين حكم دولي، وبعدين كادر دولي اسس الاتحاد الافريقي، وبعدين عضو مجلس وعضو في السنتر بورد الاتحاد الدولي هم الاثنين، وبعدين نائب رئيس الاتحاد الدولي، وبعدين رئيس اتحاد دولي الاكبر اتحاد في واحد اكبر خمس اتحادات في العالم. لا احنا هنا انجاز جامد جدا، وناس كتير جدا ما تعرفوش فعلا. انا اشك ان في مسؤولين ما يعرفوش الكلام ده، يعني مسؤولين عن الرياضه اشك ان في كتير ما يعرفوش، والا لو عارفين الكلام ده لابد كان يتعمل اشياء، لابد نكرس الرول موديلز دول ويتعمل لهم حاجات يعني نحتفي بيهم، مناسبات في المناسبات في كده، انما ما نقعدش نحتفي بناس يعني ما لا تستحق الاحتفاء. يعني ما ينفعش يطويهم النسيان. عبد المنعم وهبي تزوج من السيده نفيسه الغمراوي. نفيسه الغمراوي رائده الرياضه النسائيه في مصر، وهي اللي دخلت الرياضه النسائيه في النادي الاهلي، ودي كانت سباحه عبرت سبحت في الثلاثينات من دمياط لراس البر، ودي مسافه كبيره جدا، وهي اللي شقت الطريق للرياضات النسائيه. كان المجتمع المصري مغلق شويه، محافظ قوي في العشرينات والثلاثينات وبدايه القرن، وده كان مقصود، يعني كان المستعمر كان قاصد الحكايه دي، هو يقفل على المجتمع. لكن في نماذج شقت او حفرت في الصخر او عبدت طرق، فتحت عملت فتح كبير للرياضه النسائيه وفي كافه المجالات. عندك في الصحافه امينه السعيد، وفي دكتوره بنت الشاطئ، وفي المحاماه، في اسماء كتير بس مش حضراني دلوقتي، اللي هم في العشرينات والثلاثينات كسروا التابو ودخلوا يعني واندمجوا في المجتمع ودخلوا في الصراع وقدموا نفسهم كابطال في كافه مجالات. يعني في بدايه الخمسينات اسمها سميره موسى عالمه ذره، في علماء عالمات وفي كل المجالات، وفي اللي في القانون اللي برعت في القانون، اللي برع في الادب، اللي برع في الفنون، اللي برع في كل حاجه. فدول كانوا محتاجين حد يعني حد يبدا الطريق. كان من ضمن دول كان في مثلا لطيفه النادي، دكتور لطيفه النادي اول مصريه تسوق طياره في الثلاثينات، بعديها على طول نفيسه الغمراوي في الثلاثينات برضه، دول اثنين مهمين جدا. هي اللي اسست كليه التربيه الرياضيه للبنات، كانت اول عميده وقعدت 22 سنه عميده، سباحه
لاعبه هوكي، اسست كره الطايره والسله للبنات في النادي الاهلي. هي كان هي ومنعم وهبي يعني كان بعد كده تزوجها يعني. فليها دور عظيم جدا اكيد طبعا، ان هي قدوه ورول موديل مهم جدا. لولاها ما كنت تشوف بقى النهارده بطلات في مصر في كافه مجالات، اللي تاخد بطوله العالم في الكاراتيه وفي الجودو وفي السباحه النهارده، في نماذج جم يعني. لولا دي، لولا النماذج دي ما شفناش بقى، ما كناش شفنا واحده زي ايناس حقي. دي على فكره بنت يحيى حقي الاديب الكبير، دي عبرت المانش في بدايه الخمسينات، بعديها شهير عبد الباقي، كبري نابلو عبر المانش، بعديها سحر منصور، شاديه الراغب، وطابورك في سنه 74 اصغر سباحه على عبرت المانش في العالم كانت مصريه، عبله خيري بنت الفنان عادل خيري ممثل مسرحي كبير. تمام. عبله خيري كان عندها 13 سنه لما عبرت المارش. لولا اللي فتحت الطريق او يعني اللي كانت قدوه واخترقت، ما كانش ده حصل. في كل المجالات هتلاقي في حد فتح الطريق، قدوه، كسر حاجات كتير، كسر جدا حاجات عشان كتير، كسر تابوهات، وكان مؤمن بالفكره بتاعته، فبياخد وراه تتفتح بقى بعد كده. زي ما تكون بتكسر سجنه فبيطلع منه ناس، بتكسر يعني بتكسر قلعه عشان تحرر ناس. فمن ضمن الناس اللي كسروا القلعه هذه، في النادي الاهلي في حديقه راتب باشا شجره اتزرعت يوم زواجهم، يوم زواج عبد المنعم وهبي ونفيسه الغمراوي، ودي كان شيء جميل جدا. الشجره دي بعديها كبرت وبقى يقعد تحتيها بقى المشاهير الاهلي، فريق مرتجي كابتن عبد الصالح الوحش وبتاع وكلام من ده. زواج بطل وبطله، ومش اي ابطال، مش اي ابطال. اخر منصب اعتقد انا قلت لك ان هو كان محافظ اسكندريه، اختاروا السادات كمحافظ اسكندريه لانه كان يعني طبعا تاريخ كبير واداري وكذا. لو حكيت لك مش يعني في كلام كتير قوي يتحكي عنه، بس انا ابقى فخور قوي ما افتح الموقع بتاع الهول فيم بتاع الليست بتاع الاتحاد الدولي، تبقى فخور ان هو سنه 2007 واحد من 24 أكيد. واحد اتنين. هو اثنين يعني 24 واحد. انا اندمجت مع وبعدين في حوالي في كذا وعشرين لعيب برضه، في حوالي 18 حكم حاجه زي كده يعني، حكام ولاعيبه وكونتربيوترز اللي هو يعني اداريين او قيادات خبراء وكوتشز ومدربين شيء مشرف جدا. ده ما حصلش في تاريخ مصر الا بعديها بقى بسنوات كتيره. واحد من تلامذته برضه، من تلامذه عبد المنعم وهبي، الدكتور حسن مصطفى، ده حد من تلامذته اكيد وتلامذه الناس دي او الرايل ده. انا كنت بشوف يعني كان سهل قوي تشوف في النادي الاهلي يوم الجمعه ان عبد المنعم وهبي، عبد العظيم العاشري، عبد العزيز الشافعي ماشيين مع بعض. النادي الاهلي انا في سنه 71 او 72 كنت مندوب الجمهوريه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي كان ملقى في اخبار لكل حاجه، هتلاقي فيه كوادر في جميع الاتحادات. عبد العزيز الشافعي رئيس اتحاد السله السباحه، مش عارف مين، محمود حسن رئيس اتحاد المصارعه، مش عارف مين، هتلاقي كل كوادره في كل النادي الاهلي ده مدرسه او قلعه لصناعه الكوادر. محدش عمل، كان مفيش نادي عمل كادر زي عبد المنعم وهبي ده، يوصل رئيس اتحاد دولي او حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى مع احترامي يعني الالقاب، واخد بالك. فده قيمه، دي قيمه يعني قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي وقيمه الشخصيات العظيمه دي. وبعدين لو دخلت بقى جوه الشخصيه دي هتلاقي الروح الرياضيه الايه والنبل الايه، اخلاق العاليه ازاي يعني. في ليه حكايات كتيره ولكن تلك قصه اخرى. والله عشان نتكلم عن اخرين، انا اللي فخور ان انا قاعد مع شخصيه زي حضرتك. ربنا يخليك، شاهد على التاريخ. لا لا لا، اصيل. لا لا، راجل اصيل كمان، ان انت بتتكلم على شخصيات فعلا بتتكلم عليها بمنتهى الامانه وبمنتهى الصدق وبتبرز دورها على احسن ما يكون. يعني انا قاعد، انا زعلت ان انا مش عارف، انا بصراحه مش عارف كل التواريخ دي للاسف.
واكيد في الواحد ابطال الواحد بيتحرج يتكلم عن ناس عايشه لكن دي ناس مش يعني مش موجوده معانا مش عايشه معانا قد الدور في تاريخ مصر دور مهم جدا اكيد وكان رموز مهمة جدا وعظيمة لمصر فالواحد بيتكلم براحته والحقيقة لازم يديهم حقهم اللي ما خدوهوش لأن الإعلام بتاعنا الحقيقة مهتم بالفقاعات وبالتفاهات وبالحقيقة يعني في الأغلب الأعم لكن في جادين كتير وفي في الحقيقة رموز جيدة في الإعلام الرياضي متميزة وممتازة لكن في برضه اللي بيهتموا بالقشور وبالحاجات التفاصيل الرفيعة اللي ما تهمش أي حد ونقعد نجري ولا لاعب خد كام وده خد مش عارف ونسيب حاجات زي كده كويس الكوره مهمه جدا ولابد نهتم بيها واحنا في نظام احتراف لابد نهتم لكن لابد ان احنا نستخدم عقولنا ونميز لان احنا قدى احنا قدوه قدوات الاعلامي ده قدوه يعني فالمفروض يبقى عارف رسالته واعي ليها كويس قوي امتى يعمل فرامل امتى يعمل الصوب امتى يقول ده ما ينفعش ويكون عينه باستمرار على ان في متلقي غلبان ده يعني بالزبط. متلقي بالزبط. ده ما ينفعش اخدعه ما ينفعش ازيف له حقايق ما ينفعش اشتغل له مطبلات لحد للعيب او لغير لا ما ينفعش الكلام ده ابقى موضوعي ومعلوماتي وكلام ينزل فده شخصيه واحد من الشخصيات واخد بالك تفضل. طبعا الدكتوره نفيسه الغمراوي يعني حدث ولا حرج في اللي عملته في كلية التربية الرياضية للبنات وطلعت أجيال جميلة جدا وطلعت بطلات كبار جدا كانوا دايما باصين لها إن هي رول موديل. لو اتنقلنا مثلا تاني على نماذج تانية يعني في الحقيقة في دماغي نماذج كتير جدا نفسي أتكلم عنها. أتكلم يعني أنا مبسوط جدا بصراحة من الحوار ده يعني وقاعد كمان حاسس إن قاعد مع تاريخ ما شاء الله. لا تاريخ ولا حاجة بس هو الواحد بيذاكر وبيقرا كتير بس يعني ده الشيء بس الوحيد المتعب يعني لكن دي هواية أنا بحب القراية وبحب يعني أتحقق من كل شيء بنفسي يعني. وده مطلوب جدا جدا. يعني ده تقريبا مشروعي الإعلامي أو مشروعي الصحفي أو مشروعي الثقافي هو التاريخ والتوثيق التاريخ اللي بشغال فيه بقالي يمكن 40 سنه ربنا يديك طول العمر فدي دي شخصيه في منتهى الاهميه هتلاقي زي عبد المنعم وهبي ده ابنه مثلا كان عمرو وهبي عبد المنعم وهبي كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي برضه ادى النادي الاهلي كعضو مجلس اداره ادى النادي الاهلي كرئيس نشاط رياضي في النادي الاهلي واحد من اللي اسسوا النشاط الرياضي في النادي الاهلي ونظمه جدا تمر الايام ويجي عمرو ابنه ويمسك برضه اداره النشاط الرياضي في وقت من الاوقات كان عبد المنعم وهبي ده التريجر او امين صندوق النادي الاهلي وفي وقت من الاوقات هتلاقي ده مع ثروت اباظه مع فكري باشا اباظه مع نور الدين طراف في رموز كتيره جدا هتكلم لك عن الدكتور نور الدين طراف تمام ده كان يعني انا اول مره اسمع اسمه كان سنه 71 او 72 كان في ازمه بين الاهلي وبين التلفزيون على الاذاعه والاهلي قرر ان هو ما يذاعش ومجلس اداره وبعدين الاخر ازاء بعض الضغوط فالاهلي رجع في كلامه ومجلس اداره فصالح سليم استقال لانه ما تمسكش المجلس ما تمسكش بمبدأه بالحكايه دي فالمهم حصلت ازمه كان كبيره وبعدين انا في يوم من الايام داخل النادي الاهلي الصبح فلقيت الفريق مرتجي الله رحمه الله عليه وكمال بيه حافظ رحمه الله عليه برضه فانا بقول لهم رايحين فين وكلام من ده وكان الساعه 12 كده الظهر وكان ايام الازمه وعملتوا ايه هنعمل ايه وفي ايه هتعملوا ايه وطلع لا احنا رايحين نشوف راي الدكتور نور الدين طراف كبير الحكماء كان اول مره اسمع اسمه يعني او اعرف فبعد كده سالت عنه وكلام من ده فقالوا حكوا لي عنه يعني حاجات كتيره جدا دكتور نور الدين طراف ده سنة 35-36 في ثورة الطلبة ضد الاحتلال البريطاني كان هو رئيس اتحاد الطلبة في جامعة القاهرة اللي كان اسمها اللجنة العليا وكان النائب بتاعه مهندس أحمد دمرداش توني كان ليه نشاط سياسي كطالب ومظاهرات وكان واحد من اللي كانوا في مظاهرات كوبري عباس لما الاحتلال البريطاني فتح الكوبري
عباس عشان المظاهرات ما تخشش على ميدان التحرير، وناس وقعوا وفي حد مات، واحد او اثنين ماتوا، ودي وقعة كوبري عباس دي كانت شهيرة جدا. المهم ليها له تاريخ سياسي وتاريخ نضالي قبل الثورة، لذلك لما قامت ثورة 23 يوليو عبد الناصر يعني اختاروا وزير صحة من 52 ل 58، 58 اختاروا رئيس وزارة لدولة الوحدة مع سوريا، كان أيامها الجمهورية العربية المتحدة، رئيس وزارة وصل لرئيس وزراء. هو كان لعيب تنس طاوله وزوجته كانت بطله تنس طاوله في النادي الاهلي، واحده من رواد طب الاطفال في مصر، دكتوره انيسه الحفني، والدها كان برضه دكتور شهير جدا دكتور حفني، وهم عائله طبيه عباقره يعني، وليهم اولادهم اطباء مشهورين يعني، الدكتور يحيى نور الدين طراف ده استاذ كبير جدا واستاذ جراحه عظام في كليه الطب جامعه القاهره، والدكتور هشام برضو استاذ جراحه استاذ امراض صدريه عيله طبيه، والدكتور يحيى له يعني له في الكتابه وفي الثقافه وكده، بيكتب حاجات من وقت التاني جميله جدا في مصر اليوم، كاتب يعني وكاتب جيد. المهم برضو النادي الاهلي كان سبب في او البطوله او هنا يعني النادي الاهلي اجتماعيا عمل اسره ثانيه، الدكتور نور الدين طراف والدكتوره انيسه الحفني اخت العظيمه رتيبه الحفني طبعا مؤسسه معهد موسيقى ومؤسسه يعني اسست حاجات كتير جدا فيما يتعلق بالفن والموسيقى والموسيقى كلاسيك وكده، واحدة من رواد الموسيقى المصرية. ده نموذج برضو من النماذج العظيمة جدا مهمة جدا. دكتور نور الدين طراف آخر حاجة وصل لها منصب دولي برضو نائب رئيس منظمة الصحة العالمية. نائب رئيس منظمة الصحة العالمية. منصب مهول يعني منصب كبير جدا. واحده من اكبر المنظمات في تبع الامم المتحده طبعا زي حاجه كده زي اكبر منظمه اليونسكو يعني فده كان رئيس مجلس حكماء النادي الاهلي او كان الحكيم الاكبر النادي الاهلي اللي انا يعني شفت وقائع وسمعت احنا رايحين للدكتور نور الدين طراف لا هو اللي هيفصل لنا في الحكايه دي الدكتور لما او ابناء الاهلي يختلفوا مع بعض او كلام من ده لا في كبير مين دكتور نور الدين طراف ده واحد منهم يعني وكان طبعا فكري باشا ابو باظه برضه واحد من اللي هو الحكماء في وقت من الاوقات يعني فكري باشا ابو باظه ده العيله الاباظيه كلها اهلاويه على فكره شرقاويه وكلهم الخلاف سعيد لما رجعوا بقى للدكتور نور الدين طراف الخلاف ده وصل لغايه فين؟ لا هو لما بيحسم الدكتور نور الدين طراف يقول كذا خلص الموضوع فخلص الموضوع يعني لكن في فيما يتعلق بالخلاف ده يعني اعتقد ان قال لهم صالح سليم على حق يعني اعتقد ان ايامها الازمه يعني قال لهم انا لو مكان صالح هعمل كذا لانه صالح اتمسك بمبدا هو كان ال- 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 القصه ان التلفزيون كان بيأخر فلوس للاهلي او ما بيدفعش تقريبا والاهلي محتاج فلوس محتاج موارد عشان نقل الماتشات فاتفقوا مع بعض مجلس اداره وصالح تبنى الحكايه دي في ايام مجلس الوكيل الدكتور عبد الحميد الوكيل الدكتور ابراهيم الوكيل وبعدين بعد كده الفريق مرتجي فريق مرتجي لانه رجل دوله وكده اما الامن بيقول لا ما ينفعش وكلام من ده لان هو تكوينه العسكري وكلام من ده بيبقى ليه طبعا رؤيه ثانيه وكده صالح سليم بيمثل القيمه الخالصه يعني او القيم النبيله المباشره اللي ممكن تقول عليها مثاليه الى حد ما الى في بعض الاوقات يعني فهنا حصل يعني صدام شبه صدام بين مثالية صالح سليم وبين واقعية الفريق مرتجي وكونه رجل دولة وكده الخلاف ده كبر لدرجة صالح قدم استقالة لغاية لما فصل فيها الدكتور نور الدين طراف هو قال انا لو مكان صالح هعمل كده يا جماعة معلش تفهموا ان ده
واحد بي يعني بي يعني مش بي المبادئ ما بيشتغلش لمصلحته اطلاقا، ده بيشتغل بقيم ومبادئ عليا، وحاولوا قدر الامكان تكسبوه يعني ما تخسروهوش. حتى هم ما قابلوش الاستقاله يعني وقتها، يعني اجلوا النظر في الاستقاله. هو صم وبعدين انضم ليه، كان بعديها ثلاثه او اربعه من ضمنهم بشار عبد المجيد محمود، وكان محرم الراغب، كذا يعني كانوا خمسه، عملوا وصلوا لخمسه يعني انحازوا لوجهه نظر كابتن صالح وكده. فانت هنا يعني مش عايز اخرج بره الموضوع، بتكلم عن قيمه الدكتور نور الدين طراف او القيادات اللي بتقدمها النادي الاهلي او مرتبطه بالنادي الاهلي. ده يعني في بعض النماذج في تاريخ النادي الاهلي، الاهلي يعني نماذج في السياسه وفي النماذج الاجتماعيه ونماذج رموز بارزه في المجتمع المصري. طبعا الاهلي بيمثل بالنسبه لهم كان محور الكون. طبعا يعني فكري باشا أبوظ كان الساعة 7 الصبح يبقى في النادي الأهلي، يقعد في المكان اللي تحول بعد كده لقاعة فكري باشا أباظة اللي في الدور الثاني في المبنى الاجتماعي، يقعد في نفس المكان ده، يكتب مقاله، يفطر، يقعد مع أصدقائه، وبعدين يبدأ يومه بقى من هناك، يروح المجلة، يروح آخر المصور، أو عنده نشاط في سياسي في البرلمان، كان نائب برلماني لمدة كبيرة جدا، وكان خطيب مفوه بارع. يطلع يا إما عنده برلمان يا إما عنده المجلة، وبعدين يخلص على الساعة 5 6 كده، يقعد في النادي الأهلي لغاية الساعة 10 11. بعد كده يروح على شقته اللي في عمارة الإيموبيليا اللي اداها له أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي، اللي بنى عمارة الموبيليا اللي كانت أكبر عمارة في مصر آنذاك سنة 42، وتلك قصة أخرى نقولها بعد الفاصل ولا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الرائع أستاذ سعيد وهبة الشاهد على تاريخ النادي الأهلي. حوار ممتع جدا، استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سعيد وهبه، اتشرف بيك للمره الثانيه. اهلا بيك يا ابو حميد، انا اشكرك جدا. ربنا يخليك يا رب. عايزنا نروح لفكري باشا اباظه مره ثانيه، نتكلم عليه بتفاصيل اكبر. يعني فهو فكري باشا اباظه يعني واحد برضه من رموز النادي الاهلي المهمه جدا. كاتب واديب وصحفي، وكان نقيب الصحفيين 4 دورات. وكان برلماني مفوه وخطيب بارع، واحد خطباء ثوره 1919. ومصطفى امين كتب عنه، قال ان هو كان في مجلس عضو في مجلس النواب لمده 5 سنين، وكان الكرسي بتاعه او مكان البنش بتاعه ورا، اختار ان هو يقعد ورا فكري باشا اباظه، لان بيقول كان مفوه وكان تستمتع باستجواباته ويطلق السهام ولكن لا يسيل الدماء. يطلق السهام على خصومه في البرلمان لكن لا يسيل الدماء. يطلق الرصاص لكنه لا يقتل. انما كان مفوها وكان بارعا، وكان كتب يعني هو كان يحب يستمع الى خطبه. قال ان هو كان بيمثل الحزب الوطني. قال كان في 4 نواب بس في الحزب الوطني، هو واحد منهم، لكن اذا تكلم فانه يتكلم باسم الشعب المصري كله. جميل، تحس ان مصر كلها بتتكلم، حزب واحد. ان مصر كلها بتتكلم. ده من براعته. وكان ليه برنامج في الاذاعه، وقعد من سنه 1926 لغايه 61 رئيس تحرير. تقريبا هو اطول رئيس تحرير في تاريخ الصحافه المصريه. رئيس تحرير مصور، وبعد كده او في خلالها كان الهلال، مجله الهلال، وكان كاتب الى حد ما ساخر، يعني كان عنده قدر من السخريه، بس السخريه مش الجرحه. وكان احد نجوم المجتمع المصري. وفي وقت من الاوقات سنه 44 في ليله العيد، ام كلثوم غنت في النادي الاهلي اغنيه يا ليله العيد لاول مره. الملك فاروق حضر في اثناء الحفله، وبعدين ام كلثوم ابدعت فيها، فنادى فكري باشا اباظه، كان قاعد قريب منه، كان وكيل النادي، وهو بعد كده بقى
وكيل شرف النادي الاهلي. نسيت اقول لك ان الدكتور نور الدين شراف طراف رئيس شرف النادي الاهلي. جميل جميل، دي نوعيه رؤساء شرف النادي الاهلي، خلي بالك. فالملك قال له انا انعمت على السيده ام كلثوم. الماده اللي حضرتك جايبها صوره فكري باشا اباظه يعني. قال فالملك فاروق قال له انا انعمت على ام كلثوم في الفاصل بقى بعد ما غنت للعيد بأسامي الكمال. أسامي الكمال ده كان لا يمنح إلا للأسرة العلوية، لسيدات الأسرة، لأميرات يعني الأسرة العلوية. فكان أول مصرية تاخد أسامي الكمال ده، وكان أيامها طبعا في سياق تاريخي لده يعني في الأربعينات والثلاثينات وكده. كان في السياق التاريخي ده، ده شيء كان هدية أو جايزة كبيرة جدا لأم كلثوم. وهي دي صورة أم كلثوم مع فكري باشا أباظة. على فكرة فكري باشا أباظة كان المحامي بتاعها، بتاع سيدة أم كلثوم، لأن هو بدأ حياته في المحاماة. وبعدين قال لك بعد كده، قال لي الكلام ده، قال لي لقيت المحاماة أنا بقعد بقف أتكلم قدام هيئة المحكمة ثلاثة ولا خمسة ولا وعشرة 15 بكتير قاعدين في المحكمة، لكن في الإذاعة لما بتكلم بلاقي مصر كلها بتقول لي أنت قلت إيه؟ فسبت المحاماة قلت لا، الإذاعة والصحافة هي أحسن. بعد كده يعني بعد كده ما بقاش محامي لأم كلثوم، لكن هو كان صديق أم كلثوم، لأن أم كلثوم كانت بتجمع حواليها نخبة من كبار الأدباء والمثقفين وكده، كان ضمنهم علي أمين ومصطفى أمين وهيكل والتبعي وكل رموز المجتمع ده، كان أم كلثوم وكان عبد الحليم كده. وصناعة النجم على فكرة يعني مهم جدا، إن هو النخبة الكبيرة دي أو المثقفين الكبار دول ويقفوا وراء حد زي أم كلثوم أو يكونوا وراء جنب واحد زي عبد الحليم حافظ، ده بيبقى شيء بيعمل منه حاجة كبيرة جدا. أكيد. لأنه بياخد أفكارهم. أكيد. وهو طبعا كان ذكي، مش عايز أخرج برضه بره الموضوع، لكن في الحفلة دي وسام الكمال سيدة أم كلثوم في سنة 1944، وايامها الملك فاروق كان حريص، جه مفاجاه في الحفله ما كانش معمول حسابه، جه اثناء الحفله لاسباب كتيره جدا سياسيه، ان هو كان يعني كان في خلاف طبعا مع البريطانيين وكده، لما جابوا نحاس باشا رئيس وزراء غصب عنه، فاللي هو كان عاملين عليه حظر في الجرايد بنفوذهم الاحتلال البريطاني يعني او المعتمد البريطاني، فهو حب يخترق الحظر ده، فقال لك اخترقه ايه؟ اروح النادي الاهلي حفله ام كلثوم، الدنيا كلها هتعرف، مش هيقدروا يوقفوا ده. فتاني يوم يعني كل الجرايد استعان بالنادي الاهلي، استعان بالنادي الاهلي لان الاهلي ليه شعبيه، النادي الاهلي الجرايد كلها عايزه تكتب عنه، ودي ام كلثوم، ام كلثوم في النادي الاهلي وليله العيد وكلام من ده، ويوم ما غنت من اروع ما غنت اغنيه ليله العيد. الحفلة على فكرة موجودة على اليوتيوب، أكيد عارفينها كلنا، وكانت في قمة كان في أوج مجدها أو في أوج صوتها. فالنادي الأهلي هنا جزء من تاريخ مصر السياسي، خلي بالك. لأن هتلاقي فيه رموز سياسة، فؤاد باشا سراج الدين اتحامى في النادي الأهلي عشان يحضر حفلة عشان يفك الحصر اللي عليه. طبعا فؤاد باشا سراج الدين هتلاقي فيه بقى رموز كتيرة، حتى أحمد عبود باشا. أحمد عبود باشا ده كان صديق النحاس باشا، ولما جابوه عشان حادث 4 فبراير جه في الطياره بتاعه عبود باشا، طياره خاصه من المانيا ايامها اعتقد، او كان في اسيوط، فاستدعي عشان يرأس الوزاره، فجه مع عبود باشا في الطياره. فالنادي الاهلي سياسه، فن، ثقافه، واشياء كثيره. نسيت اقول لك ان العيله الاباظيه اللي قدمت صلاه اباظه، قدمت الشاعر الكبير عزيز باشا اباظه، يعني كان واحد من اعظم الشعراء، وجيه اباظه عضو مجلس قياده الثوره بضباط الاحرار، كان كادر مهم جدا، الوحيد اللي طلع زملكاوي رشدي اباظه اللي كان فيهم زملكاوي، لكن العيله الاباظيه كلها اهلاويه. ده احنا شفنا كان عامل ازاي؟ ايه؟ الفنان رشدي اباظه طلع فلته. لا هو الوحيد اللي كان زملكاوي. لا ده وارد طبعا في اي يعني زمان، يعني أكيد. طبيعي هيبقى في اهلاوي هيبقى في زملكاوي وكده يعني. ف دي بعض النماذج والرموز اللي كان النادي الاهلي محور حياتها. طب ما تيجي نطلق سهم بلا دماء يا استاذ سعيد، ايه رايك؟ لو سالتك الناس اللي بتشكك دلوقتي في هذه القيم حضرتك بتتكلم عنها وبيتكلموا على تاريخ النادي الاهلي،
كلام يعني مش عايز، ما بحاولش حتى اسمعه. لا هو سامة بلا دماء. انت قلت كلمه يعني ما بحاولش اسمعه. هو اي حد يقول اي حاجه اجري وراها واثبت، حاول اثبت عكسها خالص. لا غلط ان انا اهتم بده يعني. يعني انا على مستوى شخصي ما بهتمش بال. طب لو قلت كلمه لجماهير النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ جميل. في اللي بيسمعوه جماهير النادي الاهلي بد ان هم يفخروا ان عندهم نادي الاهلي، والنادي الاهلي ده قلعه للقيم، وقلعه يعني قلعه للحريه، وقلعه للثقافه، وقلعه للبطوله، ومش قلعه بس، لا هو مدرسه لتخريج او مدرسه لصناعه نجوم في المجتمع. انا عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بترتبط اسمها بالنادي الاهلي بتبرع في مجالات، يعني لو اديب واهلاوي وكده فالاهلي برضه بيديله بوش طبعًا جامد طبعًا جدا طبعًا. يعني انا اول مره انا فاكر يعني مره كنت في النادي ومروح وكده وماشي في الجنينه ومروح، فلقيت لقيت يعني حلقه كده وكمال بيه حافظ قال لي تعالى فلان راح فين، فبقول له مروح، كان بالليل يعني، قال لا لا هيفوتك بقى حاجة مهمة جدا، أنت عارف مين اللي قاعدة؟ فكان واحدة قاعدة بظهرها. تعالى اقعد، فعمل إيده كده على الكرسي اللي جنبه فقعدت، فلقيت بقى اللي قاعدة في وشه نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة واحدة من يعني كانت من العمالقة، فهتبص تلاقي في الفن نجاة، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، مش عارف ايه، اللي ممكن ما تلاقيهمش في اي حته تلاقيهم في النادي الاهلي. وكمان بي بي بياخدوا البوش زي ما حضرتك بتقوله، كمان بياخدوا بتزداد شعبيتهم لما الناس تعرف ان هم مرتبطين بالنادي الاهلي. اه بالظبط طبعا، لان الجمهور الاهلي كبير جدا، صاد اعظم، فطبعا ده بيديهم شعبيه، فهو بيبقى حب يعني متبادل بينهم وبين النادي، الاثنين بيبقى قيم يعني. لو كان حد ليه قيمه فنيه فالنادي الاهلي بيدي له قيمه أكبر. قيمه اخرى يعني قيمه تاريخيه، فبيبقى شيء متبادل. ده مهم جدا للمجتمع ان يكون في مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي، لازم نحافظ عليها. جميل قوي. لابد ان احنا نحافظ على هذه المؤسسه، لانها مش مؤسسه رياضيه فحسب، لا ده مؤسسه ترعى القيم، قيميه اجتماعية مهمة جدا، معيار قيمي مهم جدا بيقاس عليه. دايما يقول لك طب في الحالة دي الأهلي عمل إيه؟ طيب في الحالة دي، طب الأهلي اتصرف إزاي؟ طب في الحالة دي صالح سليم عمل إيه؟ لو حد حاد عن المبادئ دي يقول لك لا ده بيحيدوا عن مبادئ صالح. جميل. عن مبادئ الأهلي. فإحنا محتاجين مبادئ اللي محدش يحيد عنها، لأن المجتمع بيواجه برضه هجوم مضاد، يعني قيم مضاد، قيم سلبيه. جميل قوي. بتلاقيها اللي بيلوث ودنك باغاني وكلام ممكن يكون كلام غير يعني في انحطاط في اللغه في الكلام. جميل قوي. مش انحطاط بس في الخطاب الاعلامي، لا في انحطاط في اختيار الكلمه. يعني من عزيز اباظه ومن يعني ومن للاسف من عمالقه احمد رامي، احمد شوقي، مش عارف ايه، فتسمع اغاني يعني تسمع بذاءات، مش اغاني، اغاني بذيئه يعني. تمام. فده قيم معاكسه، هجوم معاكس على قيم المجتمع، فمحتاج اللي يحميها تحمي القيم دي. جزء من التحصين ده او حصانه المجتمع المؤسسات زي النادي الاهلي وزي نادي الزمالك، يعني المؤسسات الرياضيه، لان دي قايمه اساسا على قيم اخلاقيه، وزي نادي الاتحاد السكندري، وزي الانديه صاحبه الشعبيه الكبيره، الانديه الشعبيه صاحبه الشعبيه الكبيره دي، سهل جدا قيمها تنتشر. يعني قيم الرياضه دي تنتشر وسط الجمهور، لا قيم الروح الرياضيه والتسامح والكلام ده كله اللي احنا محتاجينه. بس في ناس بتمشي مع التيار يا استاذ سعد. ايه؟ في ناس بتمشي مع التيار. مالناش دعوه، انا عليا ادي شغلي، يعني انا اتعلمت كده ادي شغلي مظبوط، لو انا اديت كل واحد ادى شغله مظبوط ماليش دعوه بقى، اللي هيمشي على التيار ده هيلاقي ماشي لوحده. بالظبط. هيلاقي قانون الوجود وقانون الكون نفسه هيلاقيه بيصطدم بيه. لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا الصحيح، ما ينفعش. الرياضه اتعملت عشان مجمل القيم، يعني مجموعه قيم مهمه جدا. والرياضه بقت جزء اساسي من الدراسات التربويه، جزء اساسي من العلوم وعلم الاسره، جزء اساسي. مش اللي ما بيلعبش رياضه النهارده يبقى ناقصه حاجه في التربيه، ده خلاص بقت قوانين في علم الاجتماع وعلوم التربيه وعلم الاخلاق وفي كل حاجه. فانت يعني اي حيده عن
البنادي دي فانت في خطر بالظبط. لكن عندك نادي قوي زي ما عندكش مخاطر اجتماعيه، عندك ما تخافش من الارهاب، ما تخافش من التطرف، ما تخافش من ده كله، طالما عندك مؤسسات زي النادي الاهلي، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تواجه بيها ما كل ما هو سلبي، تواجه بيها الانحدار الاجتماعي، تواجه بيها التدهور الاخلاقي، التدهور العقلي، التدهور الفكري. جميل. ال- 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 الرياضه، نشر الرياضه هو المواجهه الحقيقيه للارهاب. جميل. لان انت كده بتمتص الطاقه بتاعت الشباب في ده صرف صحي، بتصرف الطاقه بتاعتهم بشكل صحي وبشكل قيمي كمان، بتعلمهم قيم، بتعلمهم عنده ثقه بنفسه، بتديله ثقة بنفسه، وبتعلمه حاجات كتير. أنا مش عايز يعني أطول في النقطة دي. لا، لو اخترنا شخصية حضرتك نختم بها الحوار الرائع ده، تختار شخصية إيه؟ عايزين يعني هو في شخصيات كتير، وإن شاء الله في اللي أكيد جاي أكيد يعني أكيد كنت محتاجين ده يعني، فأنا ما عنديش أي أكيد طبعا مشكلة. تنورنا وتشرفنا في أي وقت. لكن عايز أختار بقى، عايز أخرج بره الموضوع ده. طبعا الشخصيات الرموز اللي هي اللي بيمثلوا زي ما قلت لك اللي هو مصر العليا دول كتير جدا، لكن هختار لك واحد مهم جدا برضو اغفل التاريخ اغفله، الكابتن محمد الجندي. عشان نخرج بس نيجي للكوره شويه، الكابتن محمد الجندي اتكلم عنه مش كلاعب كوره، كان كبير ومهم جدا جدا. طبعا هو كان لعيب مهم قوي في الاربعينات، وجاله عقد احتراف في انجلترا، هيدرزفيلد تقريبا. هيدرزفيلد ده نادي رمضان صبحي. سنة 46 هو وحنفي بستان. قال لهم بشرط اخش جامعة ليدز اكمل تعليم. فدرسوا وبعثوا بتاعه، قال لهم مش هينفع لان انت لونك اسود، فكان في عنصرية. كان لسه في العنصرية. قال لهم يبقى ايه، لا النادي ولا انجلترا كلها تلزمني، رجع مصر. جميل قوي. وهو كان انسايد رايت. كان عارف زمان كان في خمس مهاجمين، وينج رايت وينج ليفت انسايد رايت انسايد ليفت سنتر فورورد متاخر. فهو كان انسايد رايت بس كان بارع جدا، وكان من الجيل بتاع عبد الكريم صقر وتوتو ومكاوي ودول، وكان بارع قوي، لكن كان يعني دمه خفيف جدا. انا هتكلم عن الجانب ده، النادي الاهلي برضه يعني من ضمن نجوم النادي الاهلي، وعرفت النادي الاهلي كان فيه كده من فكهاء النادي الاهلي او نجوم الفكاهه، كانوا شخصيات مهمه جدا كفكاهه. على فكره من ضمنهم عادل هيكل، بس ما حدش يعرف الكلام ده، دمه خفيف جدا. انا فاكر بقى يعني هو تولى المنتخب كذا مره، 58 59 هو مدرب منتخب، ومعاه حنفي بسام بتاع الزمالك لعيب كبير، تمام، كان مساعد بتاعه. وبعدين بعد كده تقريبا 63 وبعدين سنه 72 لعبنا كسبنا كاس فلسطين، والكاس ده كان مهتمين جدا قوميا وعربيا والجامعه العربيه وبتاع، ورصدوا مبالغ وكده، ورحنا لعبنا في كاس فلسطين ده في العراق، وكسبنا في المباراه النهائيه العراق 3-1 على ارض العراق. تمام. كسبنا اول كاس لفلسطين، وكانت فرحه عارمه جدا، والاعلام زيط وكده، وكان مهم يعني لان الناحيه القوميه. السنه اللي بعديها 73 كاس فلسطين الثانيه كانت في ليبيا، رحنا اتبهدلنا هناك لان المنتخب راح مش جاهز، ما كانش جاي، وكان عايز سفريات، وكان عايز يعني برنامج احتكاك ما تنفذش للجندي، راح رحنا بالمنتخب هناك. الفاينل في المره الاولى عبد العزيز عبد الشافي جاب جونين والشاذلي جون، او العكس اللي هو مصر كسبت العراق 3-1 في نهائي كاس فلسطين. الناس مصر كسبت كاس فلسطين، كان انتصار قومي كبير جدا. المره الثانيه اتغلبنا، اتبهدلنا فيها الحقيقه، ما وصلناش للسيما فاينل، خرجنا من التمهيدي، الادوار التمهيديه يعني، اتغلبنا من تونس والجزائر وكده. وبعدين اللي كسب كاس فلسطين كان تونس، والثاني سوريا، الثالث الجزائر، الرابع العراق. الجرايد بقى اشتغل، التطرف بقى يعني في الحاجات دي، انزل وقع الجندي، فاز الزملكاويه، الاعلام الزملكاوي اقيلوا الجندي، ضيعوا حكموا اللي ضيعوا كاس فلسطين، وغير الزملكاوي الاعلام بشكل عام، شيلوا الجندي، هاتوا الجندي، لغوا كاس فلسطين. انا كنت في المطار وهم جايين، والكلام بقى ده كله شغال. فبقول له الدنيا مقلوبه. قال لي انا شايف الدنيا مقلوبه. الله، يعني انتوا عايزين تحاكموا اللي ضيع كاس فلسطين وسايبين اللي ضيع فلسطين ذات نفسها؟ مش لما تحاكموا اللي ضيع فلسطين تبقى تحاكموا. ومره يعني مره ثانيه
مرة تانية برضو اعتقد كان الكابتن نجيب المستكاوي كان بيدي درجات وكده ومدي عوضين صفر، فبيقول له كابتن جدي ينفع كابتن نجيب يديني صفر؟ قال له لا انت تستحق صفرين الحقيقه. قال له ليه؟ قال له مش عوضين. فيعني كان ليه طرائف جميله من فكهاء ذلك الزمان او من ظرفاء العصر القديم، شأن بعض الاخرين. يعني انا طبعا مش عايز، انا اتشرفت بيك يا سعيد والله، ربنا يخليك، وحوار ممتع جدا. اشكرك على الحميد، وربنا يا رب يديك طول العمر ان شاء الله. نكرر الحوارات دي ونفتكر كل الذكريات الجميله، نفتكر كل النجوم الكبار ان شاء الله اللي الاعلام اهملها شويه ان شاء الله مع حضرتك، وحضرتك شخصيه عظيمه وشخصيه محترمه جدا. تفتكر كل هؤلاء النجوم ان شاء الله نكرر مثل هذه الحلقه. اتشرفت بيك جدا. ربنا يخليك يا الحميد، ونورت وشرفت في بيتك. طبعا انا بشكرك طبعا، وبشكرك على الحلقه الجميله دي، ان شاء الله تتكرر قريب ان شاء الله. ربنا يخليك فندم، ربنا يخليك. الحوار كان ممتع جدا مع الاستاذ الكبير، الاستاذ سعيد وهبه كاتب الصحفي الكبير. ان شاء الله نكرره تاني. طبعا بتشرف بيكم وبتنوروني دايما، بتشرفوني. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعيد والكابتن الكبير كابتن محمود صالح. استنوهم بعد الفاصل.